هنا في وسط بلدة الغريفة ينشط منتسبو جمعية الهلال الأحمر وعناصر جهاز الحرس البلدي في توزيع الكمامات على المواطنين ومراقبة مدى الالتزام بالاحترازات لمجابهة تفشي جائحة كورونا بعد حملات تثقيفية في وقت سابق لم تجني ثمارها في الحد من تفاقم أعداد المصابين بالفيروس على مستوى البلدية. عدم الالتزام السابق عزاه المواطنون إلى ارتفاع أسعار مواد التعقيم والكمامات وصعوبة التعامل مع تدابير الوقاية بصورة مستمرة. أما بالنسبة للشارع نجد أن المواطن مرات ما ولابسها ما نلقاش لابسها الكمامة، الأمر قد للأسف أن مرات الشخص الواحد ما تلقاش عنده دينار بحيث أنه أو دينار ونص أنه يشري كمامة بدينار ونص يوميا أنه بنلقاه يصرف دينار ونص وهو ما ولاقي حق مرات حط الخبز لأولاده. ما فيش التزام يعني، والله ما فيش التزام. الناس والله نبغاها تلتزم واللي ياخذ إجراءاته، لكن الناس هيك تجي تاخذ بروحها بروح ما دبينا. احيانا الناس احنا ناخذوا له يبدا حتى بعيد شويه ناخذوا له اللي يبي نعطوه، وفي اللي ما لابس كمامه يعني حتى المرض زاد شويه. راه تو الناس هاو الجو اليوم امس سخانه، اليوم هاو الجو بارد، معناته اليوم انتشار صح هذا المرض. كل واحد يشد يلزم روحه شويه يعني، حتى يبي ياخذ خضره ولا حاجه احنا ناخذوا له ناخذوه كان رافع الحوشي. اعداد المصابين بفيروس كورونا في بلده الغريفه تتزايد يوما بعد يوم، فيما تطلب اللجنة الفرعية من سكان البلدية عموما ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية قدر المستطاع، خاصة في الأماكن المزدحمة لكبح جماح تمدد الوباء أكثر من ذلك.